السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب اليوم معنا تحديث تعريفات كرت الشاشة AMD. طبعا مثل ما شايفين انتو التحديث، لما انا عملت تحديث خاطئ انتو شوفوا شو طلع لي. مثلا هذه الرسالة، في بعض منكم انتو بيطلع لكم هذه الرسالة او ما بيتعرف معكم الكرت او ما بيشتغل كرت الشاشة AMD. طبعا مغزى هذه الرسالة: بليز انستول بروبليتيز فور يو ار AMD هاردوير. طبعا المغزى منها ان في تعريفات، المغزى منها ان في تعريفات عندك ناقصة او خاطئة، يعني هيك بالمعنى اني رجع ثبت الكرت الشاشة الصحيح لجهازك. طبعا البعض منكم انتو بيثبت كرت الشاشة او بيعمل او بينزل تعريفات من الكمبيوتر بشكل عشوائي. طبعا انا الخطأ، انا طلعت هذا الخطأ لحتى اني فرجيكم الاخطاء اللي بتصير لبعض الاشخاص. انا شفت في المدونات وفي بعض البرامج وفي بعض كذا اسئلة بAMD اني ما بيتثبت عندهم، اني ما بيتعرف على الكمبيوتر. طيب حتى يتعرف على الكمبيوتر اعمله مثل ما عم معمول انا: احذف كل شيء اسمه AMD، اي شيء بتشوفه بطريقك قبل ما ترجع تثبت، اي شيء بتشوفه بطريقك اعمل الغاء تثبيت كامل، يعني من جذوره. يعني مثل ما شايفين انا عم بلغي من جذوره اي مجلد، اي درايفر، اي شيء بتلاقيه مكتوب AMD، طبعا احذفه نهائيا قبل تثبيت التعريفات او الكرت طبعا الجديد. هلا انا هون عم محذف اي شيء، بفتح موقع الملف مثلا من جذوره بحذفه، يعني حتى من الريجستري بحذف. طبعا هذه الطريقة الصحيحة 100% وبدون اي مشاكل، وانا في نهاية الفيديو راح فرجيكم سرعة فتح الـ AMD. يعني لما بعمل فتح AMD كرت AMD كرت الشاشة راح فرجيكم السرعة يلي حصلت عليها بالاخير. طبعا كل هذا الشيء نحن عم نعمله، نحن مثل ما ذكرنا من اول، حتى يعني يكون جهازنا جاهز لجميع الالعاب. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا قبل ما نثبت التعريفات الجديدة، اذا كنت بتشاهد هذا الفيديو لاول مرة، بنتمنى الاشتراك منك والضغط على زر لايك، وان اعجبك الفيديو اوكي لايك، وان ما اعجبك ديسلايك ما في مشكلة ان شاء الله. طبعا مثل ما شايفين انا بدور هون على اي شيء اسمه AMD. هلا في الوقت الحالي انا ما عندي شيء، حتى شوفوا انا لما بضغط كليك يمين غير موجود كرت الشاشة AMD. طبعا انا راح اترك لكم الرابط الصفحة مباشرة، راح تدخل انت على هذا الرابط، انا راح انسخ لكم الرابط هلا. طبعا انا راح انت راح تدخل على الصفحه، راح يجيك هذا بهذه الطريقه. طبعا الخانه الاولى اللي بتجيك، الخانه الاولى والتسجيل، اني سجل شو نوع جهازك وشو كذا وشو رقم وهذا والى اخره، هذه لا تهتم فيها. انزل للاخير داونلود ناو، تحميل الان بالعربي. طبعا التحميل الان، اكتشاف تلقائي والتثبيت برامج تشغيل نظام التشغيل. طبعا الرسوم مهم، هو راح يثبت لك يلي انت جهازك بياخده. تمام. طبعا اذا ما بياخد الكرت تاع جهازك هو ما راح يثبته، شيء اكيد ما راح يثبته. طيب انا راح سجل لكم عبال ما يحمل البرنامج، راح انسخ الرابط مشان ما ننسي يعني. طبعا طبعا انا قبل هالمرة حكيت على انتيل، ومهم جدا تروح تحدث انتيل. طبعا الفيديو اللي قبل هذا. طيب نروح نشوف التحميل هلا. طبعا حمل معي انا البرنامج او الاداة، راح احطها على سطح المكتب واضغط عليها. هلا راح اضغط عليها ضغطين ونشوف شو راح نشتغل بعد منها. طبعا مثل ما شايفين لما بضغط كليك يمين غير موجودة كرت الشاشة، غير موجودة، يعني خلص انا فقدت في الوقت الحالي كرت الشاشة. طبعا نضغط عليها ضغطين وبعد منا بنوافق، بنعمل انستول. طبعا هو هون راح يحفظها، بنعمل انستول وبننتظر حتى يكتمل، وبعدين لازم نوافق على الشروط. طبعا مثل ما شايفين ما موجود عندي كرت شاشة AMD، يعني اختفى نهائيا.
هم بنجي على الأيقونة الثانية على الخانة على جهة اليمين. ونضغط عليها. طبعا الخانة الأولى هيدي لا يعني لا تختار، اختار الثاني، اعمل مثل ما عم اعمل انا حتى تاخذ احسن اداء لكرت الشاشة واحسن تعريفات. طبعا ننتظر شوي. طبعا هو لك شو بيقول لك، بيقول لك هذا اخر تحديث 19.7.2 واللي قبل منه 19.5.2، نحن راح نروح على 7.2 ونضغط عليها ضغطة. طبعا اعمل مثل ما عم اعمل انا، انت على طول اختار اللي اعلى الشيء اللي احدث الشيء، وبعدين اذا اجتك طبعا انستول اضغط انستول، يعني ما تاكل هم ما تهتم. طبعا هون كمان بيقول لك اضغط انستول وتنتظر. هون لازم تنتظر، طبعا هو راح ياخذ منك وقت، انا مختصر شوي من الفيديو، هو راح ياخذ منك شوية وقت بما انه نحن حذفناها من يعني من جذوره. بننتظر شوي حتى ينتهي التحميل. طبعا انا اختصرت كمان من الفيديو حتى لاني هو بعد منا بيعمل ريستارت للجهاز، طبعا اوتوماتيك بيطفي وبيشتغل بيطفي وبيشتغل، يعني بيعمل ريستارت. طبعا مثل ما شايفين رجع تثبت عندي. طبعا انت اعمل اعادة تشغيل الكمبيوتر بعد ما ينتهي وبيخرج منه لحاله، انت اعمل اعادة تشغيل الكمبيوتر، يفضل اعادة تشغيل الكمبيوتر. طبعا مثل ما شايفين هذه الرسوم الجديدة لـ AMD. طبعا نضغط على التحديثات نشوف اذا في تحديثات جديدة. طبعا ما في تحديثات، خلص بيقول لي ان هذه التحديثات النهائية تاعت 2019. طبعا مثل ما شايفين انتو حتى كاتب لي هو اني هذه التحديثات النهائية 2019، اني ما عندي تحديثات انا في الوقت الحالي، ولو جربت مرة تانية ما راح اشوف تحديثات. طبعا بس انا لفرجيكم السرعة لما بفتح كرت شاشة AMD، يعني شايفين السرعة، يعني كان من الاول انا بصراحة كان من الاول عندي ياخذ شوية وقت حتى يفتح، ولكن في الوقت الحالي يعني التعريفات وتحديثات رهيبة جدا. طبعا هذا انتل، انا عامله تشغيل مع بدء التشغيل، للتحديثات مستمرة يعني. طبعا مثل ما شايفين انتو هلا وضع الالعاب ان شاء الله راح نحكي فيها، نحن وضع الالعاب في حلقة تاني راح نحكي فيها. طبعا هو اوتوماتيكي، التحديث الجديد اوتوماتيك بينزلك الالعاب على كرت الشاشة الجديد، وبس بتضغط على اول خانة، تضغط على 3 اشارات وبعدين تضغط على اول خانة تشغيل وتشتغل كعادي يعني. طبعا هذا كان شرحنا لليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.